بيكم في فيديو جديد وقطعة جديدة وغرزة جديدة. النهاردة هنعمل الغرزة ديت من طبقتين. شايفين الغرزة شكلها جميل، بتنفع مثلا لجاكيت، ممكن تعملي بيها شال، تقدري تعملي بيها اي شكل انت تحبيه. بتقدري الرسمة دي تغيريها باي طريقة زي ما انا هشرح لك في الفيديو. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الغرزة الجديدة بتاعتنا دي ازاي. نعمل لايك للفيديو ونتفرج وبعدين نقول تعليق في الاخر، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الغرزة الجديدة دي ازاي. يلا بينا هنبدأ. اول حاجة نعمل عقدة بداية، بعد كده نعمل عدد من السلاسل حسب ما انتي هتكوني هتشتغل قطعة. القطعة دي احنا هنشتغلها علشان نبين الغرزة نفسها، سواء هتعملي بيها جاكيت او هتعملي بيها اي شغل انتي حابة تعملي. الغرزة بسيطة وسهلة، مش محتاجة مجهود، مش بتاخد برضو خيط كتير. اهم حاجة انك تشتغلي الطبقة الاولانية دي، لو انتي هتعملي جاكيت اشتغلي بخيط رفيع عشان هو يعتبر الغرزة دي عبارة عن طبقتين فوق بعض. احنا كده بنعمل، انا طبعا مش هكبر السلسلة اللي انا هشتغل عليها، انا هشرح بس عشان ما يبقاش وياخد وقت من الفيديو. تمام، هكتفي بالسلسلة دي وهرتفع تاني سلسلة 2 3، هلف وسلسلة 2 3 4، وهدخل في الخمسة اعمل عمود. هندخل في الستة، معلش ندخل في الغرزة رقم 6، 1 2 3 4 5، والغرزة رقم 6 اعمل عمود. بعد كده هعمل سلسلتين وهتخطى سلسلتين، 1 2، وهدخل في الغرزة التالتة واعمل عمود. سلسلتين ونسيب سلسلتين، والتالتة نعمل فيها عمود. سلسلتين، 1 2، والتالتة نعمل عمود. هنعمل سلسلتين عمود سلسلتين عمود لآخر السطر بنفس الطريقة، بنتخطى سلسلتين وندخل في التالتة نعمل عمود. هكمل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. كملت السطر، هاجي هنا في النهاية هرتفع سلسلة 2 3 كده اول عمود، بعد كده سلسلتين، هلف الشغل، هلف وفوق العمود هعمل عمود. سلسلتين وفوق العمود هعمل عمود. سلسلتين وفوق العمود عمود. سلسلتين عمود. سلسلتين عمود. هكمل بنفس الطريقة دي القطعة اللي انا عايزاها. هحتاج، انا هعمل مستطيل صغير عشان اشرح لكم عليه شكل الغرزة، وانتي مثلا لو انتي هتعملي جاكيت او هتعملي اي شغل انتي حباه هتعملي المقاس اللي انتي عايزاه. هكمل المستطيل اللي انا عايزاه او المربع اللي انا عايزاه عشان اشرح عليه الغرزة وارجع لكم تاني. كده خلصت القطعة اللي انا عايزة اشرح عليها الغرزة. تمام، عملت قطعة مربعة، هجيب لون تاني عشان الغرزة تبان. انت ممكن تشتغليها بنفس اللون، ممكن تشتغليها بلون تاني. هنبتدي ندخل كده في اول مربعة هنا، هو انا هسحب الخيط هعمل غرزة. الاول هعمل غرزة كده عشان اثبت بيها الخيط، عقدة بداية. بعد كده هسحب كده من الخلف بالشكل ده، كده اول غرزة معايا. هبتدي ادخل في المربع اللي بعده واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة.
بالشكل ده. هدخل في المربع اللي بعده واعمل غرزة منزلقة كده، تمام، غرزة منزلقة في المربع اللي بعده. الشكل حسب ما انتي تحبي، تقدري تعمليها بالعرض او بالطول حسب ما انتي تحبي. شايفين انا مشيت اهو مسافة، تمام كده اهو الشكل ده كده. هاجي بعد كده هروح عاملة ايه، هجيب الابرة هنا من هنا كده وهدخل في اللي جنبها على طول عشان ابتدي احود بالخيط عشان اعمل الشكل اللي انا عايزاه، وانزل للي تحتها وابتدي اسحب واعمل غرزة منزلقة، واسحب واعمل غرزة منزلقة. انا بشتغل بالشكل دوت رايح جاي على القطعة بتاعتي او على الجاكيت اللي انا عاملاه بالطريقة اللي تعجبني، بالرسمة اللي تعجبني. ممكن الرسمة تعمليها على ورقة وتبتدي تنفذيها، عايزة تعمليها وتفكيها وتبتدي تعملي كل شوية شكل براحتك لغاية ما توصلي للشكل اللي انتي تحبيه. شايفين اهو باجي على اخر واحدة كده اهو خلاص. هاجي بقى كده، تمام، شايفين هروح داخلة على اللي بعدها بالشكل ده كده، وهسحب برضو اعمل غرزة منزلقة، بلف الشغل تاني وهبتدي على الغرزة اللي فوقها اطلع كده، تمام، بتحرك من مربع لمربع، بشتغل على المربعات كلها. عايزة تشتغلي بخيط أدخل من كده مفيش مشكلة، بس طبعا لأن هما طبقتين فانتي لو بتشتغلي جاكيت هيبقى حلو قوي انك تشتغلي بخيط متوسط عشان ما يبقاش الجاكيت تقيل قوي. انا مثلا وصلت لغاية هنا، لا انا هرجع بقى كده هعمل مثلا مش هوصل لغاية الطول الباقي وهبتدي احود خلاص اهو. هاخد على المربع اللي جنبه وهكذا اعمل الشكل زي ما انا حابه، تمام كده. همشي بقى بالجنب دلوقتي، همشي بالجنب برضه عشان اوريكم ازاي الشكل. خلاص بالجنب كده خلاص، هنزل على اللي بعدها اللي تحتها همشي بالجنب تاني، همشي بالجنب كده، تمام، وصلت لدي. هبتدي ارجع تاني، تمام، هرجع تاني لتحت كده. بتمشي على المربعات زي ما تحبي، شايفين بالشكل كده رايح جاي لغاية ما تعبي المربعات دي بالشكل اللي انتي تحبي. هكمل مربع وارجع اقول لكم الاطراف ازاي هنشتغلها عشان تبقى القطعة بتاعتك شكلها حلو. كده انا عملت الشكل بشكل عشوائي بس عشان اوريكم الشكل. جيت هنا على الطرف، فانا جيت على اخر طرف هنا، فبدل ما اقطع الخيط هعمل الجنب زي ما انا قلت لكم. هقول لكم ازاي الاطراف بنعملها. بنيجي كده ونبتدي نشتغل غرزة حشو مقلوبة بالشكل ده، تمام، بنكمل فوق كل مربع بنعمل عليه غرزة حشو مقلوبة بالشكل ده. برجع للخلف كده، تمام، برجع كده اهو غرزة حشو مقلوبة. معلش صوت الشنيور اللي في الخلفية دون، يعني الجيران حبك ان هما يعملوا دلوقتي شغل فسامحوني معلش. شايفين بكمل كده الطرف لغاية ما اوصل للجزئية اللي انا لسه ما عملتهاش اهو كده. بحاول انا امشي بسرعة عشان نخلص من الشنيور اللي ورانا ده. شايفين انا جيت هنا عند الجنب خلاص، هبتدي بقى ايه، هدخل هنا كده واعمل غرزة ممكن اكمل برضو. شايفين ممكن اكمل الداير ده وبعدين ارجع عليها ارسم الرسمة دي نفسها. فانا كده عندي الجنب ده هيبقى بالشكل ده وكل الجوانب ممكن اعملها كده. هكمل بقى بالشكل وارجع لكم تاني. كده خلصت الاطار وخلصت الشكل اللي انا عايزاه. زي ما قلتلك انت ممكن تشتغلي الشكل دون زي ما تحبي، ممكن تكتبي اسم، يعني تعملي كوستر تكتبي عليه اسم، تكتبي حاجة، يعني حسب ما تحبي. يا
رب يكون الشرح عجبكم والطريقة الجديدة دي تكون جميلة وتستفادوا منها. أشوف تعليقاتكم وتطبيقاتكم للشغل، بسيب لكم في صندوق الوصف مجموعة من الغرز والمفارش، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشغل جديد. كانت معاكم رضا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.